السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة مساحتي، أهلا وسهلا بكم. ميشي لافي سيدة استطاعت بفكرة بسيطة جدا أن تغير مظهر اللباس من الأحسن إلى أسوأ. والغريب في الأمر تبع العالم بأسره ذكورا وإناثا. ابقوا معنا حتى آخر الفيديو لتعرفوا التفاصيل. وقبل أن نبدأ ادعمونا بالإعجاب والتعليق واشتراككم ودعمكم، هذا يحفزنا لتقديم الأفضل والرقي بالقناة. ولا تنسوا مشاركة القصة مع أصدقائكم وأقربائكم، ربما يعيدون النظر في لباسهم أو على الأقل يعرفون المصدر. في الأمس القريب كنا نخجل من ارتداء قميص أو سروال ممزق، كما كنا نسخر من بعضنا البعض ونعيب على كل من يرتدي رداء ممزقا، وأحيانا تصدر منا عبارات تافهة في حق من يظهر بمظهر مريب وغير أنيق. كنا نجبر آباءنا وأمهاتنا لشرائهم لنا ملابس جديدة وأنيقة ونتباهى بها أمام أصدقائنا وزملائنا، خصوصا في مناسبات الأعياد وبداية المواسم الدراسية وغيرها. لكن تغير الأمر فجأة، تحول مجرى اللباس إلى منحنى آخر وموضة مختلفة تماما على كل ما عهدناه. وميشي لافي هي السبب، تلك المسونية من عبدة الشيطان هي من غيرت فكر اللباس وابتكرت الجينز الممزق الذي أصبح الآن موضة جديدة يتهافت عليه كل صغير وكبير في مختلف بقاع العالم. اشتهرت عارضة الأزياء ميشي لافي باختيارها لإطلالات غريبة وغير التقليدية، حيث كان أغلب إطلالاتها عبارة عن فساتين ضخمة الحجم وحقائب طويلة مع إكسسوارات ضخمة وكبيرة الحجم، وهي زوجة المصمم الأمريكي ريك أورد إيلز، كما أن هي من ابتكرت فكرة البنطلونات الممزقة التي يرتديها الكثير من الأشخاص في العالم، خاصة الجيل الجديد، بمساعدة زوجها، وينظمون معارض عالمية لترويج كل ما هو جديد في هذا اللوك الغريب. وحققت ثروة ضخمة وصلت إلى المليارات من وراء فكرة تسويق البنطلونات الممزقة. شكرا على حسن إصغائكم، ونتمنى أن تشاركوا هذه القصة بكثافة لأنها مهمة ليعرف البعض مصدر لباسهم على الأقل.